الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، حضرات الضيوف الكرام، يشرفني أن أرحب بسيادة رئيس الجمهورية وأن أتوجه له بالشكر الجزيل على قبوله الإشراف على هذه الندوة وتفضله بحضور افتتاح أشغالها. تندرج هذه الندوة في إطار السعي الجاد إلى إنجاز الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تفرضها هذه المرحلة من تاريخ تونس بهدف الحفاظ على الأموال العمومية وعدم تكرار ما حصل في الماضي من تجاوزات. لا شك في أن سوء التصرف وإهدار المال العمومي يفقدان الدولة شرعيتها ومصداقيتها في الداخل، وينال من إرادتها الحرة وحتى من استقلالها إزاء الخارج. سيد الرئيس، إن حضوركم اليوم بيننا إنما يفصح عن إرادتكم لإيلاء الرقابة الإدارية والمالية كل العناية التي تستحقها. وفي هذا المجال، فبقدر ما نستلهم من التجارب الأجنبية ونستأنس بها، فإننا حريصون جميعا على رفض كل الحلول الجاهزة أو المسقطة. فنحن عازمون على استنباط حلول تنبع من واقعنا التونسي، ونتوق إلى أن تكون هذه التصورات قدوة للآخرين للاستئناس بها. وأننا واثقون سيد الرئيس من دعمكم وتشجيعكم لهياكل الرقابة للاضتلاع بدورها على الوجه الأكمل. ويشرفني الآن أن أفسح المجال إلى سيادة رئيس الجمهورية ليتفضل بافتتاح أشغال هذه الندوة. السادة والسيدات الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح أعمال هذا الملتقى حول موضوع الرقابة الإدارية والمالية، ضمان لحسن التصرف ودعم للنظام الديمقراطي الناشئ الذي يلتئم في هذا البيت بيت التونسيين جميعا. أؤكد بهذه المناسبة على الدور الهام الذي تضطلع به هياكل الرقابة الإدارية والمالية في معاضدة مجهود ترشيد التصرف في الأموال العمومية ومقاومة كل مظاهر الفساد المالي والإداري أو مزالقهما، وخاصة في هذه الفترة التي تؤسس فيها بلادنا لتحولات وإصلاحات عميقة وجذرية على جميع المستويات حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة وكسب رهان التنمية. حضرات السيدات والسادة، عندما يتحول المستهدف بالرقابة إلى رقيب وحسيب تنقلب المفاهيم ويحصل عكس المراد. وفي بلادنا أحدث نظام فريد للرقابة الإدارية والمالية، فالسلطة التي يفترض أن تخضع للرقابة هي التي تتمتع بصلاحيات التعيين والإشراف والتوجيه على أجهزة الرقابة، فلا عجب أن ينشأ عن ذلك جهاز رقابي فاسد معتل سلفا لا يمكنه أن يقوم بأكثر مما يطلبه منه رؤساؤه الفاسدون. بهذه الطريقة أمكن للنظام البائد توجيه أعمال هيئات الرقابة نحو الأمور الثانوية أو نحو الإخلالات المعروفة سلفاً أو المدبرة سلفاً والمرتكبة من قبل أشخاص يريد النظام التخلص منهم أو مسح أيديه في تلابيبهم. زد على ذلك أن هيئات الرقابة ظلت مشتتة وقطاعية وتعمل بإمكانيات مادية وبشرية محدودة، فكانت النتيجة أن أعمال الرقابة كانت دوماً ما يأمله أصحابه. ومع ذلك فقد كان هناك تكتم على تقاريرها، وربما كان ذلك بسبب الخشية من العدوى في ظل نظام كان يخشى نسائم الصيف خشيته من نسمات الحرية. وبعد أن غيرت الثورة هذا الواقع المغيظ،
لا بد لهياكل الرقابة الإدارية والمالية أن تساهم اليوم والآن في إنجاح مسيرة الإصلاح ومقاومة الفساد بكافة أشكاله، بما يدعم مسار التحول الديمقراطي الذي تنشده تونس ما بعد الثورة، والذي يعتمد على الوضوح وعلى الشفافية وعلى الجدوى في تعبئة الموارد والإمكانيات وتوظيفها لفائدة التنمية العادلة، بما من شأنه أن يقطع مع ممارسات الماضي ويكفل بناء مناعة اقتصادية وقدرة على مجابهة التحديات على المستويين الوطني والدولي. حضرات السيدات والسادة، إن عزمنا على توطيد مقومات النجاعة وأحكام تدبير الشؤون العامة وتحقيق التكامل بين وظائف التصرف والرقابة ينبع من القناعة بأن نجاح العمل التنموي يرتبط بحسن التصرف ويتطلب تركيز جهاز رقابي متطور يسهر على المراقبة والتقييم ويتكفل بمتابعة النقائص والإخلالات إلى أن يتم تداركها ويتوقف إهدار المال العمومي. لكن في ظل التشريع الحالي، ما زالت هياكل الرقابة العامة الإدارية والمالية تخضع هيكلياً ووظيفياً للسلطة المباشرة للوزير الذي ترجع إليه بالنظر، بحيث إنها ولئن جعلت لتراقب كافة الإدارات والهياكل العمومية التابعة للسلطة التنفيذية فهي تبقى مرة أخرى خاضعة إلى هذه السلطة عند مباشرتها لمهامها. وقد أفرز هذا النظام العديد من العوائق والسلبيات، ومنها بالخصوص تشتت الموارد البشرية والإمكانيات المادية والتقليص من حرية نشاط هذه الهيئات والحد من استقلاليتها في ضبط برامجها وتحديد الهياكل والمؤسسات التي ستشملها عملية الرقابة، بما حال دون توسيع دائرة تدخلها. لقد كانت وزارات السيادة وعديد المؤسسات بمنأى عن كل أشكال الرقابة، كما أن عدداً من القطاعات والأنشطة على غرار عمليات خوصصة المنشآت العمومية كانت معفاة من الرقابة والتقييم، وتعلمون كما أعلم أن الفساد الكبير موجود في هذه العمليات. وحتى في هذه الحالات التي تقرر فيها السلطة التنفيذية السماحة لهياكل الرقابة بتسليط رقابتها على هذه المؤسسات أو تلك، فإنها كانت تقيد مجال تدخلها بأن تقصي مثلاً من المراقبة مادة الصفقات العمومية أو مادة القروض أو كل ميدان ضربه الفساد، وذلك حسب المشيئة. لابد إذن من فك ارتباط هياكل الرقابة اللاحقة بالسلطة السياسية لكي نوفر لها الحياد اللازم، ومن وضع معايير موضوعية تضمن دورية المراقبة وتحقق المساواة بين الجميع. ومن ناحية ثانية، يجب أن تتجاوز هياكل الرقابة العامة مهمتها الأصلية في مراقبة المشروعية إلى وظيفة أشمل وأرحب تتمثل في تقييم حسن تنفيذ البرامج والسياسات العمومية ومدى نجاعتها مقارنة مع الأهداف المرسومة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في ميدان التصرف الحديث حسب الأهداف. من جهة أخرى، أصبح من الأكيد اليوم إحداث هيئة عمومية مستقلة مستقبل الديمقراطية في بلادنا هو من جهة منظومة ديمقراطية متكاملة، البرلمان، الحكومة إلى آخره، من جهة المؤسسات المستقلة، المؤسسة المستقلة لمحاربة الفساد، المؤسسة المستقلة للهيئة الرقابة، المؤسسة المستقلة للإعلام، المؤسسة المستقلة للانتخابات. وهذه المؤسسات المستقلة تصبح هياكل من هياكل الدولة، لا تخضع لحكومة تأتي أو حكومة تذهب أو حكومة لا يعجبها عمل هذه المؤسسات.
بجميع ما لدينا من جهد، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سيادة رئيس الجمهورية على هذه الكلمة المعبرة والتي تعبر عن إرادة صريحة في إدخال الإصلاحات الجذرية على منظومة الرقابة الإدارية والمالية، وأستسمحكم 5 دقائق لتوديع سيادة رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصل أشغال هذه الندوة، والكلمة الآن إلى نائب رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين السيد عادل التيفي، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، زملائنا وزميلاتنا، السيد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، رحبوا بكم في الملتقى، ويشرفنا باش نتوجه بأسمع عبارات الشكر إلى رئاسة الجمهورية وإلى السيد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لتفضله بتنظيم الملتقى المتعلق بدور الرقابة الإدارية والمالية في دعم أسس النظام الديمقراطي الناشئ. نحب في كلمة وجيزة أن نعرفوا بالجمعية التونسية للمراقبين العموميين، اللي هي جمعية تم إحداثها بعد الثورة، واللي تضم أعضاء من هيئات الرقابة العامة 3، اللي هما هيئة الرقابة العامة للمالية، وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وشؤون العقارية. في هالإطار الموجود توا قدامنا اللي باش نحكيو فيه اليوم، تندرج أهم اهتمامات وأهداف الجمعية، اللي هي أساساً معناها قائمة على دعم وظيفة الرقابة والنهوض بالعمل الرقابي بصفة عامة، وتقوم كذلك على دعم وظيفة دعم العمل الرقابي في الجانب الاستقلالية، يعني حاولوا في مجهودات الجمعية بتضافر جميع المجهودات باش ندعموا استقلالية المراقبين العموميين. والهدف الثالث اللي ركزوا عليه أكثر هو
مسألة التكوين ومسألة دعم القدرات المهنية للمراقبين. دونك في هالإطار نتمناو اليوم باش تكون مساهمتكم فعالة في إنجاح فعاليات الملتقى هذايا، خاصة بورشات التفكير. نتمناو باش كل مراقب يساهم بقدر ما يمكن في إعطاء المقترحات والبدائل الممكنة للرقي بوظيفة الرقابة. ومن غير ما نطول عليكم نتمنى باش يكون معناها فعاليات ناجحة إن شاء الله، ويعطيكم الصحة وشكرا. شكرا على هذه الكلمة التي تم إلقائها باسم الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، وأحيل الكلمة مباشرة للسيد خالد العذاري رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لتقديم المداخلة الأولى، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير لكل الحضور. تتمحور هذه المداخلة حول العناصر التالية: تطور المهام المناطة بعهدة هيئات الرقابة العامة للمصالح للهيئات الرقابة العامة للرقابة، تطور مجال تدخلها، المنهجية المعتمدة وتطورها، تطور الموارد البشرية، إرساء وظيفة المتابعة كجزء أول، ثم الجزء الثاني نتعرض فيه إلى التحديات الجديدة التي تعترض هذه الوظيفة والإجراءات المقترحة لضمان ديمومة هذه الوظيفة الرقابية الأساسية. لو ألقينا نظرة على الواقع الحالي لتبين لأن الرقابة العامة تتكون حالياً من 3 هيئات، وهي هيئة الرقابة العامة المصالح العمومية التابعة للوزارة الأولى حالياً رئيس الحكومة، ومنظمة بمقتضى الأمر المؤرخ في الأمر 82، وكانت فيما قبل منذ سنة 54 تسمى التفقدية العامة للمصالح الإدارية. الهيئة الثانية هي الهيئة العامة، هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية، والنص المنظم لها هو الأمر متاع 82، ثم تم تنقيحه في سنة 2000، وكانت فيما قبل في سنة 56 تسمى هيئة مراقبي الخزينة العامة. وآخر هيئة هي هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتبع وزارة أملاك الدولة، وأحدثت سنة 91. مهام الرقابة العامة في هذه الجزء سنتعرض إلى مختلف المهام، ولكن مقارنة هيئة بهيئة. فمن حيث طبيعة الرقابة، النص الـ 82 في بالنسبة للرقابة العامة للمصالح العمومية يتحدث عن رقابة عامة عليا. أما بالنسبة لهيئة الرقابة العامة المالية في نص 82 يتكلم على رقابة مالية عامة، ثم في 2000 أدخلت عنصر تفقد مراقبة وتقويم. بالنسبة لرقابة أملاك الدولة هي مراقبة التصرف واستعمال أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والمحافظة عليها. وسائل التكليف بالمهام مثل ما ينص عليه تقريبا الفصل الثاني من كل الأنظمة الأساسية، هي العمل بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير المشرف عن هذه الهيئة. وبطبيعة الحال ما دام كل هيئة تتبع وزارة فليست هناك التعهد التلقائي بالمهام، هذا منصوص المذكور. كذلك تعرضت الأنظمة الأساسية إلى أعمال إضافية نص عليها، وعلاوة على ذلك تقريب نجد هذه التركيبة هي أنه ما زاد على العمل العادي نلقاه بالنسبة للرقابة العامة للمصالح العمومية هي إبداء الرأي في شأن التدابير التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين الهياكل وأسئلة العمل إلى غير ذلك. ثم بعد عنصر ثاني هو الاطلاع على التقارير التي توجهها مصالح التفقد الإداري والمالي التابعة لكل الوزارات، وكذلك التفقدي الهيئتين العامتين بكل من وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة. لا ندخل في تحليل هل أن هذا مفعل أو غير مفعل، أن نحن الآن نتحدث في مستوى النصوص. بالنسبة للرقابة العامة للمالية هي فيها جزئين مهمتين إضافيتين، هي القيام بجميع الأبحاث والمأموريات الخاصة، والنص متاع 2000 يولي يقولها يبدلها يولي خصوصية.
هل أني في ذلك إرادة المقصود فيها، وإلا هو مجرد ترجمة من الفرنسية للعربية اللي هي، ولكن المهم هو تم تغيير هذا العنصر أو الترتيبية ذات الصبغة المالية. يؤكد في نص 82 على أني الصبغة المالية دون سواها، ثم بعد في نص 2000 تقديم كل المقترحات لتسيير لتحسين سير مصالح العمومية الخاضعة للرقابة، ونص عليها أنه يمكن لهم، معناها هي مجرد إمكانية ماهوش كما في المهمات الأساسية الأولى. بالنسبة للهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة، القيام بجميع الأبحاث والمموريات التي تعد بصفة خاصة، تقريبا نفس التركيبة اللي نلقاها في النص متاع 82 سواء متاع وزارة المالية أو وزارة هيئة الرقابة العامية أو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية. السلطات الممنوحة هي تقريبا نفس التركيبة، منح أوسع السلطات من حيث البحث والتفتيش، التمتع بحق الاطلاع على الوثائق وعدم مجابهة بالسر الصناعي، تقريبا هذه الآليات التي تمتع بها المراقبين التابعين للهيئات الثلاث. الحماية وجبر الضرر هي تقريبا نفس التركيبة، هي الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات وتعويض كل ضرر مباشر، إلا أن تغييرا طرأ على هذا العنصر في مستوى وزارة أملاك الدولة، وهو الحق في الحماية من كل تهديدات والاعتداءات على اختلاف أنواعها. هل في ذلك هي وراها تدارك لما يعتبر غموض في الجانب الأول، أو هو موضوع متاع ترجمة، ولكن هذا مثل ما ورد في النص. لو تأملنا في هذا الجدول نجد أن هذه المهام تشوبها عديد النقائص. أول نقيصة هو غياب التنصيص على مهمة التقييم ضمن المهام، ما عدا تم تدارك هذا الأمر سنة 2000 بالنص المنظم لهيئة الرقابة العامة للمالية، علما أنه نفتح قوس أنه عادة نجد أن حتى النظام الأساسي للهيئة، النظام الأساسي لأعوان هيئة التابعة للوزارة الأولى أو وزارة المالية أو وزارة أملاك الدولة، ولكن في النص متاع 2000 يتحدث عن تنظيم الهيئة ويعيد النظر أو يأخذ تقريبا نفس المهام اللي وردت في النظام الأساسي. هل في ذلك إرادة أنه يولي عنا نصين، نص تنظيمي ونص نظام أساسي؟ لست أدري، ولكن لو رأينا أن تقريبا الأمر متاع 2028-86 اللي هو يأخذ يقول تنظيم هيئة الرقابة العامة للمالية، نجد تقريبا اخذ كل المكونات متاع النظام الأساسي، وبالتالي اليوم نلقاو روحنا قدام في هيئة الرقابة العامة للمالية أنها لها تنظيم ولها نظام أساسي. هذه الإزدواجية في النص أن هو عنده الأولوية، ولكن هذا الأمر. النقيصة الثانية هي غياب التنصيص في كل الأنظمة الأساسية وفي كل النصوص على المرجعية المهنية، لا نجد تنصيصا على المبادئ التي يستند إليها المراقب في كل هذه الآيات للعمل، مثل النزاهة أو الحيادة أو إلى غير ذلك، لا نجد إشارة لذلك. لا نجد كذلك النقيصة الثالثة أداة يمين مهنية تكرس هذه الاستقلالية هذه الوظيفة. ثم بعد النقيص الرابع وأهم شيء هو غياب التعهد التلقائي بالمهام وغياب حجية التقارير، وهذا ما أشار إليه سيادة الرئيس فعلا، أنه التقارير ولا أفشي سرا في بعض الحالات، وفي ظل من قبل أن توجد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كانت وظيفة المتابعة غائبة تماما، وسمعنا أن بعض التقارير ترتب في الرفوف ولا تكون لها متابعة. فهذا الواقع هذا النقيصة الأولى. النقيصة الثانية، لا يمكن لأي هيئة أن ترسل تقاريرها إلى الجانب القضائي، لأن ليست لها هذه التقارير، ليست لها حجية. بل أكثر من ذلك، حتى لو تعهد القاضي ببعض الملفات فإن يتم سماع المراقب كشاهد يعيد نفس الكلام، أو يكلف القضاء خبيرا يأتي ليستشف كل المعطيات من لدن المراقب، والمراقب في أحسن الحالات يعتبر شاهدا ليس إلا. التعهد التلقائي بالمهام، وهذا مكرس لعله أكثر، هو أنه ليست لرئيس الهيئة أن يمضي الأذن بالمأموريات
الهيئات الثلاث، وهذا علاش نلقاو ذو المأمورية يمضيها الوزير بنفسه. أكثر من ذلك في النص متاع 2000 بالنسبة للهيئة العامة للمالية هو أنه حتى برنامج التدخل يعده الوزير، هذا تو نتعرض له بهذا الفصل، هل أنه يعده هو؟ على الأقل هذه خاصية توجد إلا في هيئة الرقابة العامة للمالية دون غيرها، هل أنه هو في الواقع مكرس أم لا؟ أما على المستوى النصي فهذا على تقرير البرنامج السنوي يعده وزير المالية. النقيصة الخامسة هو غياب ميثاق أخلاقية المهنة تضبط التزامات أعضاء هيئة الرقابة الثلاث، لا نجد في مستوى النصوص أي تنصيص على هذا الأمر. ثم بعد كذلك ليست توجد تراتيب من حماية الخصوصية للمراقبين سواء إداريا أو اجتماعيا إلا النص العام الذي ذكرته من حيث الحماية العامة وغرم الضرر. لو تأملنا النشاط هذه الهيئات الثلاث واعتمدت في ذلك على التقارير التي تمت إحالتها إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية منذ سنة 2005 إلى 2011 لوجدنا أن عدد التقارير المحالة هي 234 تقريرا، منها 165 تفقد معمق، 30 تقرير تفقد، و39 تقرير بحث. المعدل السنوي تقريبا عندنا 32 تقريرا بمعدل تقريبا 10 أو 11 تقريرا لكل هيئة. الملاحظ أنه عملية التقييم التي لم يتم التنصيص عليها إلا في النظام الأساسي أو تنظيم هيئة الرقابة المالية نجد أنه فعلاً أنه عديد التقارير أو مهمات التقييم التي تم إنجازها وفي توزيع على مختلف الهيئات التفقد المعمق نجد أن الغالبية كان يقوم بها هيئة الرقابة العامة للمالية. في التقييم الصورة تنعكس، وهذا علاش رغم أن النص نتاع وزارة الهيئة الرقابة المالية ينص على وظيفة التقييم إلا أن نجد واقعيا أن عملية التقييم التي يقوم تنجزها هيئة الرقابة العامة للمصالح العامة برئاسة الحكومة حاليا هي أرفع عددا. من حيث الأبحاث كذلك أنه تكفلت أو تعهدت هيئة الرقابة العامة للمصالح المالية خلال هذه الفترة 7 سنوات بأكثر عدد من هذه الأبحاث. مجال التدخل يمكن تقسيمه إلى جزئين، جزء مشترك للهيئات الثلاث وهي مصالح الدولة، الجامعات العمومية المحلية، المؤسسات العمومية، المنشآت العمومية أو ذات المساهمة، هذا بتغيير تسمية ما كانت شكل من أصل التسمية بتاعها ولكن هذا هو المعمول به. ثم بعد نلقى المنظمات أو الهيئات التي تلتجئ مباشرة وغير مباشرة إلى مساعدة الدولة بشكل من الأشكال، وهذا تقريبا الجزء الأول هو يعتبر الهياكل العمومية، والجزء الثاني هي هياكل جمعيات، هي هياكل خاصة ولكن تجي السبب هو أني تتمتع بإعانة أو بمساعدة من الدولة وهك عليش من تدخل لمجال لدابعة مجال التدخل للهيئات. أما مجال التدخل الخصوصي لكل هيئة نجد أن في نص 82 بالنسبة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية يتحدث عن المؤسسات العمومية في المطلق، ولكن في نفس النص تقريبا هم متالين في العادة يكونوا في جرة بعضهم أنه يتحدث عن المؤسسات العمومية الإدارية، هل أن ذلك خطأ تسرب أم أنه المقصود به أنه مجال خصوصي الإداري؟ على كل هذا الأمر مطروح. تم تدارك هذا الأمر في 2000 وصار التنصيص من ضمن مجال التدخل هيئة الرقابة العامة المالية هي الجمعيات والمجمعات المهنية والتعاضديات والتعاونيات، ويكاد هدايا نلقاه في هذا النظام الأساسي أو في مجال التدخل هيئة الرقابة العامة المالية دون سواه. أما بالنسبة للرقابة العامة لأملاك الدولة هي المؤسسة العمومية تقريبا على نفس النص بتاع الوزارة الأولى، وهو تقريبا تم نسخه بنفس الدرجة. مجال التدخل من خلال هذا نلقاو أنه خلال 7 سنوات اللي هي موضوع الدرس الأكثر الهيئات محل متابعة محل تفقد أو محل مراقبة هي المنشآت العمومية بطبيعة الحال بتوزيع مختلف، وأقف عند المراكز الدبلوماسية اللي شاركوا فيها أنه نجد أنه حظ هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة منعدم في هذا الجانب تقريبا، لم أجد حسب الإحصائيات التي أتيحت لي لم تنجز وزارة هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة أي مهمة ولم تشارك في أي مهمة على مراكز دبلوماسية.
رغم أنها هي تتبع كل الأملاك الدولة أينما كانت، ولعل في ذلك تقصير إرادي أو إقصاء لست أدري، ولكن هذه الإحصائيات هذا اشتعتي. ونلقاو أنه يليها عددا هو المركز الدبلوماسي تقريبا أقل من الإدارات المركزية. عموما المراكز الدبلوماسية يتم مراقبتها أكثر أو بنفس الكثافة أكثر بقليل من الإدارات المركزية، ولعل في هذا اختلالا في اختيار مجالات التدخل. ولكن قد يعكس هذا كذلك أن قصر مدة مهمة التفقد بالمراكز الدبلوماسية هو اللي رفع في عددها، ثم بعد هي عادة ما تكون بطلب أو بتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية، سيما أنه عند التفطن لبعض الإشكاليات أو عند تغيير بعض المسؤولين الأول على هذه المراكز الدبلوماسية. هذا من ناحية النشاط. أما من ناحية التطور المنهجي، عرفت منهجية الرقابة العامة في الهيئات الثلاث مراحل ليست مكرسة بنصوص، ولكن نلقاها بطبيعة بصفة عملية. أولا أول تغيير واعتبره جذريا في هذه العملية هو اعتماد المراقبة التضادية. فيما سبق وبالنسبة للذين لهم أقدمية كبيرة في الهيئات، كان المراقب يعد تقريره دون أن يمكن الهيئة المراقب على من حق الرد، واعتبروا أن ذلك غير منطقيا، وتعتبر أن إرساء المنهجية أو المقاربة التضادية لابروش كونتراديكتوار هي ضمان حق الرد للهيكل المراقب، لأنه في فترة مترات كأنه سر المراقب هو يعتبر أن كلامه ليس محل شك، وهذا العمري غير سليم في ظل شفافية وفي ظل مساءلة دون أن يتم التنصيص عليه، ولكن هذا بصفة عمليتين صار. وعليه فإن حاليا تقارير التفقد تشتمل على ثلاثة أجزاء، التقرير النهائي يشتمل على ثلاثة أجزاء علاوة على أن يكون كتابيا، هو تقرير أولي إجابة الهيكل موضوع الرقابة وتعقيب فريق التفقد، علما أن تم التنصيص على هذا الجانب ضمن الأمر 28-86 سنة 2000، ويقول يتم التقرير النهائي طبقا للمعايير العامة المعتمدة في مجال الرقابة والتدقيق. بهذه العمومية تم تنصيصه على هذا الجانب، على هذا الجانب. ثم بعد الجانب الثاني في هذا التطور هو أن مرينا من رقابة المشروعية المطابقة إلى تقييم الأداء، وتقييم الأداء هو أن نلقاه تأسس به مهمات التقييم التي صارت، وصارت ليس دور المراقب هو أن يقف على مدى احترامي تطبيق القانون، هذا ضروري ولكن ليس كافيا، فلا بد من تقييم أداء استغلال الموارد المتاحة ماليا كانت أم بشرية في إنجاز المهام. وهذا الجانب تم تكريسه أكثر بمهمات تقييم أفقية لبعض المرابج الوطنية. من ناحية كذلك تطور منهجية كان يفتقر العمل الرقابي إلى أي مرجعية نصية. ففي 93 تم إصدار دليل عام لمراقبة المصالح العمومية في جزئين، وهو من أعداد فريق عمل من عدة هياكل رقابية شارك فيه كل من أعضاء من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والهيئة الأخرى ومشاركة من بعض أعضاء بعض قضاة من دائرة المحاسبة. وفي تقديري النص الفصل الثاني منه يقول على جميع المصالح المكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل، حسينا وهذا الحقيقة أنه كأنه هذا النص المرجعية هذه هي ملك هيئة الرقابة المصالح العمومية دون سواها. وهذا تقريبا من خلال ما قريت من بعض التقارير ما يتمش الاستناد إليه، كأنه هو لأنه اصدر بمقرر بقرار من وزير الأول، وفي تقديري أنه اعتبر هو وسيلة عمل عامة لكل الهيئات الثلاث. المحطة الأساسية هو 93، هو ضمان متابعة التقرير بأحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. بالنسبة للبرمجة، البرمجة هي سنوية
والفصل الثاني من القانون عدد 50 محدث لهيئة الرقابة العامة للمصالح لهيئة الرقابة العليا للرقابة الإدارية والمالية ينص على أنه هذا التنسيق يتم في مستوى هذه الهيئة. ولكن الأمر متاع 2000 بالنسبة للوزارة المالية يقول البرنامج السنوي الذي يقع إعداده من قبل الوزير المكلف، هذا أشرت إليه، ويعتبر هذا تكريسا آخر لغياب الاستقلالية عن هيئة الرقابة. ليس فقط أنه ليس لن تعهد تلقائي، ولكن حتى في إعداد البرنامج صار أنه وهذا يقولوه أنه كأنه خطوة إلى الوراء في تكريس هذا المبدأ. حتى وإن كنا نمارسه كان الأفضل أن يبقى صفة عملية أفضل من أن يتم تكريسه بنص، ولكن هذا الواقع الحال. الموارد البشرية في 95 وهذه محطة أساسية هو تم إحداث اختصاص شعبة هيئة الرقابة اليوم يسمى شعبة رقابة وتفقد وقضاء في مستوى المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة. قبل كان من هب ودب يعتبر أن يستطيع أن يمارس هذا العمل، فعلى الأقل صار ثم تكوين خصوصي لمدة معتبرة لهذا. ثم بعد ثم كذلك ثم بعض الاجتهادات الشخصية، أقول الاجتهادات الشخصية لأن ليس مبرمجة، هو ثم بعض المراقبين على نفقتهم الخاصة حصلوا على شهادة مدقق داخلي معتمد. كذلك ثم مرحلة أخرى هو أن صار لداء في هيئة الرقابة انتداب بعض مهندسي المراقبين، وهذا يعتبر كذلك عنصر مستجد. والتكوين التأهيلي عديد المراقبين تابعوا في مؤسسات دولية ذات صيت بفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لتكوينا في 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 التقييم والتدقيق في عديد البلدان. ثم خاصية أخرى يمتاز بها هذه الهياكل هي التفتح للخبرات عند إنجاز مهمات من خارج هيئات، خاصة لكن يكون فيها جانب تقني. ونجد أن في عديد ذون المأموريات ثم بعض خبراء من التعليم العالي أو من ناس تخصص أنت ما تقتضيه المهم. ثم كذلك هنا أريد أن أركز في سنة 2011 تم وضع 8 مراقبين على ذمة الهيئات الوطنية المستقلة في إطار مقاومة الرشوة والفساد وضمان الانتقال الديمقراطي. وهذا علاش نحب نركز على النقطة، ليس المشكلة كان ما كانش في الخبرات وما كانش في الجانب البشري اللي كان موجود في هذه الهيئات، لكن ثم نقاص ولكن ثم إخلالات هو في الهيكل ذاته وليس في المراقبين. وهذا مما جعل أنه لو كان في الفساد ليس في العنصر البشري ولكن في الهيكلة كما رأينا وفي طريقة العمل فيه. المهم اليوم هذه الوظيفة تواجهها عديد التحديات. هل استعدت هذه الوظيفة بهيئاتها لرفع هذه التحديات والتعامل معها إيجابا؟ هذا الواقع الجديد يمتاز بمؤسسة الحوكمة ومقاومة الفساد سواء في المجلس التأسيسي أو في مستوى الحكومة وزارة خاصة بهذا الأمر أو في الهيئات المستقلة، وثم سعي إلى دستارتها كيف استعدت هذه الهيئات إلى التعامل مع هذا العنصر. اليوم كذلك ثم مرسوم يضمن حق النفاذ للبيانات العمومية حسب طلبه بالنشر، علما أنه فيما قبل كل التقارير كانت تحت غطاء سري وبعض مرات سري جدا وبعض مرات لا يفتح له من طرفه إلى غير ذلك. اليوم هذا الأمر غير مقبول وهذا تحدي جديد، كيف استعدنا له؟ هل أنه سيتم النشر بطريقة رقمية أو أنه سيتم توزيع على ذلك؟ المهم المسألة مطروحة وهذا النص لابد أن نتفاعل معه إيجابا. ثم كذلك المجتمع المدني صار دورته مفعل لي في هذا المجال، والعنصر الأخير هو الاتفاقية الدولية اللي تنص متعلقة بمقابلة الفساد والرشوة اللي هي فيها عديد العناصر اللي على الهيئات الرقابة أن تتفاعل معها. وأخذت مثال متاع الاتفاقية متاع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمت المصادقة عليها 2008، هو أنه في المادة 7 والمادة 8 والمادة 5 يتعرضوا إلى التكوين لي بما يستجيب للأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، هذا أخذيت النص كما هو موجود. ثم بعد يلزم هذا التدريب يكون متخصص ومناسب في إذكاء الوعي بمخاطر الفساد في أداء الوظائف. هل أنه كيف يمكن أن نتفاعل مع هذا الجانب؟ هل أنه تصير دورات تكوينية خصوصية في هذا الجانب لإذكاء هذا العنصر كما مذكور في النص؟ المادة 8 تنص على مدونات أو معايير سلوكية وهذا تفتقد إليه كل الهياكل الهيئات الرقابية. ثم بعد التقييم الدوري ومدى الكفاية كذلك، هذا غير منصوص عليه بالشكل المطلوب في هذا التحدي. شنو الآفاق متاع تطوير وظيفة الرقابة؟ أنا في تقديري أرى أنه لابد من اعتماد مناهج رقابة تتلائم مع هذا الواقع الجديد. في جزئيه
تطور الوظيفة التصرفية من ناحية وتطور متطلبات قانونية أو أممية أو دولية في هذا الشأن، من تكوين خصوصي، تكوين اجتهادي، الاعتماد برمجيات خصوصية والتحكم في التقنية الإحصائية، لأنه لا يسمح اليوم للمراقب أن يكتفي على عين من 4 أو 5 ثم يعمم هذه الملاحظة التي أمر. ضمان ديمومة الوظيفة حسب رأيي تمر مباشرة حسب في عبر دسترة هذه الوظيفة ككل الوظائف الأخرى التي تسعى إلى دسترتها، استقلالية الهيكل المكلف بالوظيفة استقلالية تامة في شكل هيئة أو في شكل هيئة عامة تضم هيئة الثلاث أم في شكل هيئة مستقلة في مستوى كل وزارة، التنصيص على المبادئ المرجعية للوظيفة الرقابية ضمن ميثاق الرقابة، حجية التقارير لإحالتها مباشرة واعتمادها في المنظومة القضائية، مدونة أخلاق المهنة وحماية المراقب إداريا واجتماعيا. وفي الختام حسب هذا ما سبق يمكن أن أعرف الوظيفة الرقابية من هذه العناصر الثمانية. هي منظومة تعنى بالرقابة العليا على تصرف الشأن العام وليس المال العام فقط، بمنهجية تشاركية، أي لا يمكن أن تكون في فريق التقييم فريق الرقابة شخص واحد، على هذا علاش تكون منهجية تشاركية مبرمجة فيما سبق باستقلالية وعمل ميداني يستند إلى وثائق وإلى معايير دولية معترف بها، وتشفع بتقرير مكتوب يتحمل فيه المراقب مسؤوليته عند إمضائه، وبطبيعة الحال ضمان متابعة للنتائج التقرير. وشكرا على حسن الانتباه. أشكر سي خالد العذاري على هذه المداخلة القيمة والتي أكدت بالخصوص على أن الإخلالات والتجاوزات كان مردها الإجراءات التنظيم الهيكلي لمختلف هيكل الرقابة، والخلل لم يكن في على مستوى الهيئات نفسها والمراقبين العموميين. الذي لمست شخصيا باطلاعي على أغلب التقارير منذ حلولي بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ولمست كفاءة عالية، ولمست جودة وقدرة يعني على معالجة هذه التقارير التي ربما كانت مقيدة في البداية منذ الإذن بالمأمورية، وهذا خارج عن الهيئات، خارج عن هيكل الرقابة، خارج عن المراقبين العموميين. لكن في كل مرة كان الإذن بالمأمورية يعني في مجال معين في نشاط معين، إلا وقام المراقب العمومي والهيئة من ورائه بأكملها بكل ما هو مطلوب منه، معنى بجودة وبكفاءة عالية. إذن المطلوب هو اليوم هو ربما درء كل هذه الإشكاليات، يعني تغيير الأساليب، تغيير التدابير، تغيير يعني مصدر الخلل، ويعني التأكيد على أن الإصلاحات الجوهرية هي تهم المنظومة وليس يعني المراقبين العمومين أو الهياكل التي كانت ساهرة على الرقابة. هذا ما لمسناه كذلك يعني من مداخلة سي خالد العذاري، وفرصة لأحيي يعني العمل الكبير اللي قاموا به المراقبين العموميين يعني في كل السنوات وفي كل المجالات يعني اللي شخصيا اطلعت عليها ولمستها. لكن الإشكال هو في عدم كذلك يعني تنفيذ التوصيات، الإشكال في عدم يعني التقيد بكل ما ورد بالتقارير، وهذا لابد يعني من إصلاحات اللي ربما باش ندوروا فيها بعد حين. فما نقطة أخرى عرج عليها سي خالد وأردت الرجوع إليها هي التكوين. التكوين هي مسألة أساسية ومسألة حاسمة، كون نريد أن ننهض بهيكل الرقابة، نريد أن ننهض بوظيفة الرقابة، ليس مقارنة مع كل الدول التي تقاربنا في المستوى يعني الاقتصادي أو من ناحية النمو، لكن نريد نتوق إلى ما هو أفضل. في نهاية الأمر نحن طموحاتنا كونه معناه نقارن أنفسنا ببعض الدول اللي هي تفوتنا يعني بتجربة وربما يعني من ناحية التشريع. اليوم لنا طموح
ونعتمد عليكم جميعا يعني للرقي بهذه المنظومة والرقي يعني بتونس إلى مستويات أرفع بكثير حتى نكون قدوة معنا للآخرين وليس يعني نستأنس دائما وأبدا. نقول دائما وأبدا كونه معناها الحاضر متاعنا ومستقبلنا ما يجموش يكون الماضي متاع الدول الأوروبية ولا الدول الغربية. يعني نحن نستأنس ونعرف التجارب متاعها لكن في نهاية الأمر ربما نكون نحن قدوة ونجم نعطيكم أمثلة في بعض المجالات التي كنا فيها يعني قدوة لبعض الأنظمة اللي موجودة حتى في أوروبا. إذن نحن كلنا ثقة في الطاقات التونسية في الطاقات الوطنية لكي نجعل ونضع تصورا يعني يعطي الجدوى والنجاعة لهذه الوظيفة. لن أطيل أكثر وسوف يعني أمرر الكلمة إلى السيد شرف الدين اليعقوبي للمداخلة الثانية فليتفضل. المداخلة الثانية تتعلق بالتجارب المقارنة في مجال الرقابة العامة أو مجال الرقابة اللاحقة على التصرف العمومي. أهمية التجارب المقارنة هي باش تعطينا فكرة على التجارب الناجحة في هذا المجال والاستئناسي بها، وكما قال السيد غازي جريبي معناتها نستفيد منها ونخلق ربما نموذج خاص بنا. التجارب الأجنبية المقارنة في هذا المجال في الدراسة اللي عملتها اعتمدت العديد من المراجع، مراجع صادرة عن الأمم المتحدة، مراجع صادرة عن الليجيف، عن البنك الدولي، عن منظمة الأنتوساي والهيئة الرقابة الإنجليزية. واتفقت جل هذه المراجع على تقسيم هيئات الرقابة العامة إلى ثلاثة نماذج. ربما هنا أؤكد أن هذا العمل هو للتبسيط العلمي مع التأكيد على أنه يمكن في دولة واحدة تلقى أكثر من نموذج ولا أكثر من هيكل مكلف بالرقابة. النماذج المعتمدة هي الأساسية واللي أكدتها مختلف الدراسات في هذا المجال، هي أولاً النموذج الأنجلوساكسوني ويستمنستر موديل الموجود في المملكة المتحدة وبالأخص في دول الكومنولث والدنمارك البيرو والشيلي، النموذج القضائي جوديشال أور نابولينك موديل الموجود في تركيا في فرنسا في الدول الفرنكوفونية خاصة في البرازيل في كولومبيا، وأخيرا النموذج المجلسي كوليجيت أو بورد موديل الموجود في ألمانيا هولندا الأرجنتين كوريا الجنوبية واليابان. لكن قبل أن ننطلق في تحديد معالم هذه النماذج أؤكد أن مختلف الأجهزة الرقابية في العالم تشترك أساسا في مجموعة من النقاط الأساسية، الشكل في اختلاف لكن النقاط الأساسية تشترك فيها وهي بالخصوص المتعلقة بالاستقلالية. الاستقلالية في هذه الهياكل الموجودة في الدول التي نجحت في تأسيس منظومة رقابية ناجحة هي التأكيد على الاستقلالية على المستوى الهيكلي من خلال أن في مختلف هذه النماذج هناك هيئة مستقلة للرقابة العامة، المراقبين مستقلين وبالخصوص رئيس الهيكل سواء في تعيينه أو عزله، عدم التدخل الخارجي في أعمال المراقبين، أيضا هناك استقلالية على المستوى الوظيفي من خلال التنصيص على وظيفة الرقابة في أغلب هذه النماذج على وظيفة الرقابة في الدستور على الأقل بألفاظ عامة، الاستقلالية في برمجة المهام والحرية في الوصول إلى المعلومة، وأخيرا الاستقلالية في إعداد التقارير ونشرها. أيضا تتمتع مختلف هذه الهيئات باستقلالية على المستوى المالي والإداري أي التصرف الداخلي في هذه الهياكل من خلال أولا وجود ميزانية مستقلة أي أن هذه الهيئات لها ميزانية مستقلة تناقش مباشرة مع البرلمان، استقلالية في الانتداب والعزل والمسار المهني للمراقبين، أيضا استقلالية في إبرام العقود ومختلف الشراءات داخل هذه الهيئات تتمتع باستقلالية تامة، واستقلالية في التصرف في الميزانية. نعود إلى النماذج التي تحدثت عنها منذ قليل وننطلق في النموذج الأول الذي هو النموذج الأنجلوساكسوني كما قلت موجود في المملكة المتحدة في دول الكومنولث وعديد الدول الأخرى. في النموذج الأنجلوساكسوني الجهاز الرقابي مرتبط مباشرة بمنظومة الرقابة تابعة للسلطة التشريعية، ليس تابعا للسلطة التشريعية لكن في منظومة الرقابة التابعة للسلطة التشريعية، وسأفسر. في هذا النموذج البرلمان يصادق على الميزانية ثم الحكومة تقوم بتطبيق وجمع الإيرادات وأنفاقها تبقى لما جاء بالميزانية، ويتدخل جهاز الرقابة الذي يدقق في تنفيذ الميزانية ويقوم بإعلام البرلمان عن طريق لجنة تابعة للبرلمان. هذه اللجنة تسمى لجنة عامة تسمى لجنة الحسابات العامة، وهي التي تتابع التقارير وترفع التوصيات للبرلمان. إذن
لجنة الحسابات العامة لهنا الخصوصية في النموذج الأنجلوساكسوني اللي هي فيها برلمانيين، لكن يترأسها عادة عضو من المعارضة لضمان معناتها التوازن في هذه العملية. الخصوصية الثانية في أجهزة الرقابة في هذا النموذج أن الجهاز الرقابي يديره رئيس بمفرده. الرئيس هذا يحمل اسم المدقق العام ويتحمل كافة المسؤوليات وله كافة الصلاحيات في إطار أداء مهامه، أي أن المسؤول الأول والأساسي في هذه المنظومة هو المدقق العام، وهو شخص مادي يتحمل كافة المسؤوليات. الخصوصية الثانية الثالثة هي التركيز الكبير على الجوانب المتعلقة بالجدوى. في النموذج الأنجلوساكسوني هناك تركيز أكبر على الجوانب المتعلقة بالجدوى أكثر منها الجوانب المتعلقة بالمشروعية والمطابقة مع النصوص القانونية. وأيضا الخصوصية الأخيرة هي أن التكوين العلمي للمراقبين في النموذج الأنجلوساكسوني هو تكوين مالي ومحاسبي أساسا. أيضا لمحاولة معناتها دراسة معمقة نوعا ما لهذا النموذج، حاولت أن أحدد أهم نقاط قوة وضعف هذا النموذج. بالنسبة للنقطة الأولى هي تركيز السلطة الرقابية بين يدي المدقق العام، هي قد تكون نقطة إيجابية وقد تحمل أيضا في طياتها نقاطا سلبية. بالنسبة للنقطة الإيجابية هي أن الصلاحيات اللازمة لإنجاز هذه المهمة أي المدقق العام هو معناتها عنده صلاحيات الكاملة، وهو ما يمكنه من النجاعة في أداء المهام والسرعة في أدائها والدقة في أدائها، ولكن هذا يتطلب ثقة كبيرة وفي نزاهة المراقب العام من مختلف المتدخلين من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. يتطلب أن تكون ثقة كبيرة في نزاهة هذا المراقب المدقق العام، وهذه النزاهة ربما تضمن من خلال عملية اختيار هذا المدقق العام، حيث تتدخل السلطة التنفيذية في عملية اختياره وتتدخل السلطة التشريعية في عملية اختياره، مختلف السلطات تتدخل في عملية اختياره، بحيث في النهاية المدقق العام يكون محل إجماع من طرف جميع الأطراف. لكن في بعض الحالات قد تحصل بعض التجاوزات من طرف المدقق العام، وهذه نقطة سلبية خاصة في دول ما زالت تعتمد هذا النموذج لكن ما زالت تشكو معناتها من الفساد ومع وجود عمليات فساد ووجود حالات من تجاوز السلطة. أيضا النقطة التي تحمل أيضا نقاط سلبية ونقاط إيجابية هي صعوبة تغيير وعزل المدقق العام. في صعوبة تغيير وعزله معناتها يدخل